ليالي مع محمد الخماسي. يا فيما على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا، يا ساحه شربتكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا. هذا موعدكم في ليالي، كما قلت موعدكم اليومي من الاثنين للجمعه من 10 النص الليل، موعد نرجع فيه على الاعمال التونسيه والعربيه مع اهم وابرز نجوم وصناع الدراما في تونس. يحضر بحذنا اليوم في موعدنا، كيف ما قلت موعد هذا لازم تستانسوا به، زوما برهوم كل نهار ثلاث وكل نهار جمعه يكون موجود بحذنا المخرج القدير والناقد ابراهيم الطيب. سي ابراهيم ساحه شربتك. شريبتك ناقد في ليالي، في ليالي ناقد، في ليالي ناقد، في ليالي حتى ما نحش بلاص النقاد، ولكن لقب عن جدارة في ليالي، قراءة في ليالي، قراءة في ليالي. ساعة شريبتكم الناس الكل، من بعد شوية يكونوا ضيوفنا محمد علي النهدي، مقداد السيلي، ونحكيوا أيضا على المنصات، نحكيوا على واحدة من أهم المنصات اللي موجودة اليوم، نلقاو فيها العمل كان يا ما كانش وحرقة واتش ناو مع وليد الماجري. أكثر ديتاي تفاعلاتكم، كان عندكم أسئلة نجموا تبعثوهم لنا، الكل ضيوفنا يكونوا موجودين. إبراهيم الطيب زوم مع برهوم، البداية فيش باش نحكيوا اليوم؟ والله اليوم هي كرونيك جنرال معناها على الأعمال الرمضانية بصفة عامة، ونهار الجمعة نخصوها للدخول معناها بالديتاي ديتاي، وانا على ذمتك بيان سور، هي الكرونيك مش باش تدوم نص ساعة خارق لاد، فوالا. ونهار الجمعة باش يقع معناها التحليل بالمسلسل بالمسلسل. دونك اللي نفهم اليوم قراءة إجمالية لأربع أيام من الأعمال، أربع أيام من بداية شهر رمضان، ثم ندخلوا بالديتاي كل عمل اللي ياخذ حقه. فوالا ونهار الجمعة ندخلوا بالديتاي كل عمل اللي باش ياخذ حقه. ممتاز، نبدا معك إبراهيم الطيب. دونك يتنافس سنة في ماراثون رمضان الدرامي، برشا أعمال فنية مع دخول مخرجين كانوا غايبين في الموسم الفارد. مخرجين اللي معناها معروفين ولكن ما خدموش مثلا سنة أو سنتين، كما زياد لتيم والبلاس، ولا المخرج القدير نصر الدين السهيلي اللي رجع من الجزائر، لأنه بعد نجاحات في الجزائر، بعد نجاحات في الجزائر يرجع بحبل ملوك على قناة حنا. بعد بقية المخرجين هما بيدهم في وعلاش نبدلوهم وقت اللي هما ناجحين في مواصله لموسم اخر وعلى نفس القناه. نعرفوا انه فما قناه عند المخرجين نتاعها، معناها كل قناه تتعامل مع فريق، كل قناه تتعامل مع فريق. جل الاعمال اعتمدت حسب نظري على البطوله الجماعيه، واحنا مش كيما قلت نرجعوا على الكاستينج والممثلين. دونك بطوله جماعيه تقاسم الادوار الرئيسيه، علامة بارزة كذلك هي تقاسم لغوسيت بيبليسيتير، أي مداخيل، مداخيل الأشهار اللي حاجة تفرح، مداخيل الأشهار اللي هي باهية. شفت سناء، مش نحكي على نوعية السبوت، ولكن المداخيل الكم قديش، الكم, الكم مهم جدا. هو راو الكم متاع الأشهار ما يحددش نجاح مسلسل أو فرض مسلسل على الآخر. عنصر جديد يميز عروض المسلسلات والسيتكومات هو دخول المنصات الرقمية على الخط، كفكرة سامي الفهري أو منصة سامي الفهري. منصة سامي الفهري، منصة سامي الفهري واتش ناو، منصة سامي الفهري هي فكرة سامي الفهري، فكرة سامي الفهري ومنصة سامي الفهري وإنجاز سامي الفهري، وإنجاز سامي الفهري واتش ناو اللي عوضت سناء منصة ارتيفاي لعرض منتجات التلفزة الوطنية. ارتيفاي اللي مش يكون ضيفنا في نصف ساعة الأخيرة واتش ناو. دونك بيان سور اللي ما ينجمش يدخل المنصات هذه لأسباب مادية أو تقنية، فإمكانيات البيراتاج ما زالت للأسف متاحة. واللي شفناه في الإشهار يهنينا كذلك على الجانب المادي للإنتاج، ويخلينا نركز أكثر على المضمون بعد ما ضمننا كشيات التقنيين والممثلين وباعثي القنوات في المضمون والمسلسلات. اللي شد الأكثر انتباهي بور لو مومو بعد أربع أيام، أربع أيام من شهر رمضان، زوز أعمال الحرقة اللي خلافا لفوندو وبراءة. فوندو براءة اللي بداوا بنسق سريع من الحلقة الأولى، نسق اللي خلافا اللي كان منتظر مازال مرسمش العناصر المشوقة للقصة، ولكن مازالوا في البداية باش نعطيهم كل واحد حق أونتام رابيد. الحرقة بالعكس بداية محكمة ونوعا ما بطيئة، خليت لسعد الوسلاتي يرسم بكل حرفية بعد بحرفية بعد أربع أيام عناصر التشويق والحبكة الدرامية الواضح. نقطة إيجابية كذلك فيما يخص الممثلين في الحرقة اللي التحقوا بالجزء الثاني، كما نادي أبو ستة، أحمد الحفيان، والممثلة القديرة منى نور الدين. تحس وكأنهم عندهم فخر الانتماء إلى فريق من الممثلين نجحوا في العمل، نجح في الجزء الأول، في الجزء الأول اللي أكدوا جدارتهم. دونك كما قلنا بدور بالجزء الأول، بالعكس زادوا في الإبداع الممثلين كما وجه جندوبي أو حمدي، رياض حمدي، رياض حمدي أو غيرهم.
معناها زادوا في الإبداع ومن غير ما ننساو كذلك اكتشافات جديدة اللي كان ضيفتنا البارح ميسا ساسي. ميسا ساسي وأكيد ما زلنا مش نكتشفوا ممثلين أخرين. تحية كبيرة برشا لأسعد الوسلاتي، هو الالتجاء إلى ممثلين محترفين خريجي معاهد المسرح. واكتشفنا معناها ممثلين السنة الفارتة وقاعدين نكتشف. العمل الثاني اللي جلب انتباهي هو كان يا ما كانش في موسم الثاني، والحق يقال في الموسم الثاني بتاعه، يواصل في رسم الضحكة مع تطور كبير في الديكور، تطور كبير في الديكور أثناء إبداع في الملابس. صالح بركي، تحية لزميلنا صالح بركة. لكن سلسلة مبنية أكثر على الموقف، يخلي القصة أو الحدوثة ثانوية. لومور دو سيتواسيون، يعني فوالا الكوميك دو سيتواسيون اللي ممكن يخلينا بعض التساؤلات على كتابة السيناريو، أو ممكن هي طريقة جديدة في الكتابة. ولكن الضحكة نضحكوا على مواقف، ما نضحكوش على تسلسل في فكرة ولا في طرح في الحبكة الدرامية. هوني نقول غياب كذلك الحبكة الدرامية، لكن يبقى عمل ناجح بالنسبة لنا، ناجح جدا، وأكيد باش نرجعوا له بأكثر تفصيل. كانت انتظارات كبيرة فيما يخص البلاس، لأنه المخرج اسم المخرج مهم جدا، زيد لي طيب، اللي أكد جدارته في أعمال سابقة وخاصة في هذه النوعية من الأعمال، نجاحاته في الحجامة، في سكول، في زينة وعزيزة. البداية كانت ميسار زيادة، نقول لك البداية كانت محتشمة، معناها لأنه لما تشوف الحجامة وتشوف النسق متاع الحجامة وتشوف خاصة الكوميك دي سيتواسيون الموجود في الحجامة ولا حتى زينة وعزيزة، الضحكة حاضرة وحاضرة في الوقت، وتعرف اللي مقومات السيت كوم أنك تضحك معناها في وقت معين بعد دقيقة تقريبا، فوالا من عندك ضحك. ولكن ما زال زاد كذلك بداية، ما نحبوش نظلمه حب الملوك، ما زلت ما شفتوش، ما زلت ما شفتوش، ولكن أكيد أنه ما قريت على حب الملوك يبشر بكل خير. زياد لتيمي هبد ستاتيو اليوم، يكتب اليوم يبدأ البلاس، فوالا دونك زياد اليوم يبدأ البلاس. أكيد أنه زياد موافقني أنه نسق ما خلنا مش نسق خلنا فاز دول انستالاسيون تولد شوي، فوالا أنه أربع حلقات بالنسبة لسيتكم لفاز انستالاسيون تولد برشا. بداية تبشر بكل خير سي إبراهيم لطيف، هو البداية، بداية زوم عبرهم مش الأعمال. لا بداية تبشر بكل خير، قاعد تفرج قاعد تتبع في كل أعمال تقريبا، نحكي أنا وياك بصفة يومية على الأعمال، الريتم، النسق، مش عاملوا حلقات تهم الكاستينج، الحلقات تم الإخراج، النظرة الإخراجية، الكتابة، السيناريو، وتسلسل أكيد الأحداث. أكيد مش ركزوا أكثر على هذا، معناها في قادم الأيام. في قادم الأيام. رمضان 2022 بعد أربع أيام، لو نعطيه بالنجوم من نجمة الخمسة نجوم، قديش ياخذ العمل؟ بون أنا مش مع التقييمات هذه، ولكن أنا مع التقييمات. أنت مع التقييمات هذه، نعرفوا السؤال هذا سألتولي السنة الفارتة كذلك. أنا قلت ثلاثة نجوم إلى حد الآن، ثلاثة على خمسة نجوم اللي هو فوق المعدل. موين فوق المعدل. إذا كان ما نقارنوش بالأعمال المصرية. لأن سناء قاعد نتفرج شوي في المسار، قاعد نتفرج في الأعمال، تو قاعد مركز برش على الاختيار، مركز برش على الاختيار. إيش يقول نونوبستون كما قال الآخر، ما نحبوش ندخلوا لماذا، هل هو مسلسل بروباغندا أو من معنى هذا الكلام، ولكن ولكن العمل ككل، نحكيو بيرفورمانس دكتور، الرؤية الإخراجية، الكاستينج، الديكور، وقت اللي تشوف المخابرات المصرية كيفاش وقع الديكور اللي تصورت فيه المخابرات، معناها تكوا، معناها ما تحس بقيمة المؤسسة في حد ذاتك. أنا بون عندي شوية هكا هذاك اش قلت لك، ثلاثة من غير ما نشوفوا المسلسلات المصرية، لأنه لو وضعنا المسلسلات المصرية اللي هي بالكم والكيف كذلك، مش ما فهمش كان الاختيار 32 عمل تقريبا، ولا 32 عمل ممكن اليوم ما عناش، ما زلنا ما وصلناش، والحق يقال ممكن الصناعة يقول لك مصر تونس ما زلنا ما وصلناش هذه الصناعة. طيب نهار نحكيوا على العمل المصرية إبراهيم، والله مهم جدا، لأنه تعرف اللي المتابعة كذلك وخاصة مسلسل الاختيار، المتابعة كبيرة، وأنا حاول نشوف اللي برشا ناس تتابع بالمنصات اليوم وبكل شيء، بكل ما هو متاح اليوم باش نجموا مرتي وحتى حلقة البلاتفورم. أنت حكيت على المنصات، حكيت في الكرونيك نتاعك على المنصات، نحكي وزاد على البلاتفورم اليوم، بعض المشاكل التقنية في الأيامات الأولى، بعض المشاكل المادية، ناس تقول لك أنا مش مستعد نحط فلوس باش نتفرج في العمل.
ابراهيم الطيف، هل البلاتفورم اليوم حل الاعمال الدراميه باش نخرجوا من سياسه العمل كان في شهر رمضان تولي فما اعمال على طول الموسم؟ اظن انت سالت واجبت، خاطر اليوم لا مفر من المنصات الرقميه. اليوم ما فماش، اليوم تشوف امازون، تشوف امازون، تشوف نتفليكس، تشوف شاهد، عندنا تشوف واتش ناو اللي هي تو يحكي عليها بعد وليد الماجري، ولكن هي منصه عالميه وعندها اليوم فرع في تونس، منصة سامي الفهري، اليوم ارتيفاي اللي يلزمنا ما ننساوهاش ونشجعوها على خاطر ارتيفاي سباقة في وقامت معناها بعمل كبير تجاه السينما التونسية وحتى تجاه الدراما التونسية السنة الفارتة. دونك المنصات اليوم هي شر لا بد منها. نقول شر لأنه مش تولي الفرجة اكثر انديفيديوال، معناها ما عادش عنصر الفرجه اللي تلم، ما عادش لما العائله والتلفزيون والكل، ولكن المهم انه هذه المنصات وخاصه المنصات اللي نستهلكوا فيها في تونس، وانا حتى على المنصات العالميه يلزم نكونوا، معناها الانتاجات التونسيه تكون موجوده في البرمجه، ويلزم الانجاجمون زاد لاصحاب الاعمال او اصحاب هذه المنصات انه يكونوا طرف في الانتاجات التونسيه، ذكا باش نجموا ندفعوا بتقدم الانتاجات التونسيه. اليوم اذا كان فما 32 مسلسل مصري على خاطر فما مشاركه من المنصات في تمويل هذه الانتاجات. دونك ان شاء الله انا متفائل برشا بالمنصات، متفائل برشا، انا فرحان سامي الفاري على المنصه، ان شاء الله يفتح المنصات نتاعو لا فقط للاعمال اللي تنتجها الحوار، ان شاء الله يكون معناها اكثر. المكلف بالاعلام والاتصال في قناه الحوار التونسي صلاح طرابلسي قال انه بعد رمضان المنصه مفتوحه للاعمال التونسي، يعني نجم نلقاو فيها اعمال مشتركه. لا نلقاو، ولكن زاد انه تكون المنصات هي كذلك معناها في البلان دو فينانسمون نتاع الافلام والملاء المسلسلات، هكاك تنجم تكون عندنا انتاجات معناها على طول العام وليالي تكون موجوده كل ليله 365 365. الله يخليك ابراهيم الطيف، شكرا. نهار الجمعه ان شاء الله نلقاو الزوم مع برهوم، اكثر ديتاي ندخلوا في الجزئيات، ندخلوا في الجزئيات وهكاك نخليه الحق يقال. وانا نشكرك اللي مشيت معايا فهالتمشي، وانا سعيد انه ما نجموش نحكموا على اعمال ناس قاعده تخدم عليها في اسبوع ونبدا والنقد راهو النقد مش يكون حاضر، ولكن ان شاء الله يكون ايجابي ويكونوا معناها يتقبلوه بصدر رحب. بربي ابراهيم الطيب، سؤال اخير، وانت من اهل الذكر، ويقول لك اسال اهل الذكر، التقييم بعد حلقتين وثلاثه واربعه؟ لا بكري، لا بكري برشا، بكري وقاسي اللي يحكي على عمل تو، قاسي في حق في حق الانتاج، في حق المخرج، في حق الممثلين، مازال وما تعرفش حتى الرؤيه. انا كي نقول مثلا اليوم بداوا بنسق سريع براءة وفوندو، ولكن ممكن هذا يبدل فكرتي بعد ما نكمل ونتفرج. هذه قراءه اوليه، ولكن بالحق تبقى الحرقه شابو، ماخذ الثنيه نتاعها حرقه لحد الان، شابو با بور لو مومون. ابراهيم الطيف شكرا ليك، موعدكم مع برهوم في زوم مع برهوم كل نهار ثلاث ونهار جمعه، موعدنا جاي ان شاء الله نهار الجمعه. فاصل صغير ثم نستقبلوا اول ضيوفنا في حلقه اليوم، دليل نهدي نحكيوا معاه على الموسم هذا، ظهوره كضيف شرف في البلاس كيفاش كان وباقي الاعمال والفيلم معز زاد نحكيوا عليه بعد الفاصل، خليكم معنا رجعينا.